مساء الخير. إيمان التوبكي مدربة تمكين ذاتي، هي أمس الوقت ليها دلوقتي النهاردة الحقيقة، لأن الجو كان صعب جدا وإحنا جايين. صح يا إيمان؟ صح جدا. الطريق صعب جدا، كل المعاكسات حصلت، فكان أكتر حاجة فيها ضبط النفس وإن إحنا نبتدي بيها النهاردة الحقيقة. أهلا بيكي يا حبيبتي. أهلا بيكي. ضبط النفس اخباره معاكي ايه النهارده من اول النهار لحد اخره؟ انا حاسه ان النهارده انا عندي اختبار ليا انا شخصيا في الثبات الانفعالي. مش كده؟ ازاي نعرف نثبت نفسنا؟ بصي انا طبعا دلوقتي سبحان الله بعد فتره طويله من التدريب، يعني الواحد ابتدى يربي عضله ان اول ما الدنيا تأزم اعرف ان الدنيا هتفتح فتحه كبيره جدا، يعني ازمت يبقى في خير. كنت مره بعمل ورك شوب وكنت انا تعبانه جدا وعندي دور كحه، دخلت لقيت الفريق اللي عمل معايا هم كمان برضو عندهم تعبانين جدا، قلت لهم بس تمام اليوم ده هيبقى زي الفل. احنا كده تمام. احنا زي الفل وتمام. لا هو الطريق كان صعب جدا بصراحه، يعني احنا واخدين فوق الساعه ونص وبالتالي احنا طالعين متاخر كمان، وحصل بقى شويه حاجات كده الصبح فيها برضو مش لطيفه. يعني انا عارفه انت حكيتي لي، انا حكيت لك. بصي احنا كلنا عندنا كده ايه حاله اسمها المركز، انا مسميها المركز، يعني انت بترجعي لحاله السنتر بتاعك تاني. دلوقتي احنا عدينا بكذا حاجه، طب انا عشان اجي وابقى هاديه بقى دلوقتي وابدا اطلع كل المخزون اللي عندي ويبقى الحاله فيها حيويه وفيها تطور وفيها حاجات جميله، قعدت اخدت تنفسات وانا في العربيه. بس اقول لك عايز تنفس الاكورديون طبعا. رايح جاي طول الطريق. فقاعده بتنفس اتنفست عشان بس ارجع تاني لحال الهدوء، لان غصب عننا احنا على طول فينا عندنا تحديات هي مش هتخلص. اللي هيفتكر انها هتخلص يبقى واهم. وحل استقرار يا جماعه حل موت. انت لو الضربات تن 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 طالعه نازله طالعه نازله، امتى بيبقى انتهى البني ادم؟ فاللي هيفتكر ان هو هيعيش دنيا وردي والدنيا فل على طول يبقى واهم، يبقى هو مش عايش اصلا. بس يعني حاجه مره في اليوم، بس ما يبقاش من اول يوم كده. يا ستي بقى على حسب بقى كل واحد كده بقى عايز يمرن انهي عضلات عنده بالظبط. يعني يلا الحمد لله. الحمد لله. طب احنا عايزين نبتدي بقى موضوع الحلقه النهارده. فضل. اللي هي بنتكلم فيها عن اولادنا وازاي نوصل لمفتاح قلبهم زي ما بيقولوا، وهو اصلا الفكره نفسها الموضوع كان غريب، يعني هو اولادنا وخلاص ما هم عايشين معانا واحنا بنحبهم هم بيحبونا وخلاص. لكن لا، اكتشفنا ان فعلا لما سمعتك واتكلمت معاكي وكده لا في نقطه معينه لازم اعرف فيها هل ولادي فعلا عايشين سعده معايا ولا لا. مع ان السؤال ده على فكره كان بيضايق باباهم جدا، يعني لما كانوا يخرجوا ويروحوا في حته ويرجعوا تاني يقول لهم مبسوطين يقول لي انت بتساليهم ليه كده مش بس انا حابه اقول لك يعني ان هو لا فعلا محتاج اعرف هم سعده معانا ولا لا. يعني السؤال ليه بقى؟ لان احنا كاهل بنعمل لهم من وجهه نظرنا اللي فيهم الخير والصالح ليهم، ما بنقعدش ناخد وندي معاهم ابدا. هو ده انت مرتاح فيه برضو؟ دايما فاكرين ان احنا بس طريقه تفكيرنا هي اللي مظبوطه واحنا اللي عارفين كل حاجه عنهم، ومش مدينهم الفرصه لتفعيل طاقتهم الحقيقيه في تربيه الحكمه والقرار وحاجات كتيره جدا. فانا النهارده اكيد بحب ولادي، اكيد في حد في الدنيا ما بيحبش ولاده؟ لا طبعا. والولاد بيحبونا جدا لدرجه ان هم بيبذلوا مجهود رهيب عشان يرضونا، لدرجه ان هم لما بيوصلوا لمرحله ان هم حاسين مش عارفين يرضونا بيقوموا قافلين عليهم الباب في الاخر. يعني هم بيقفلوا الباب لان هم طب نعمل لكم ايه؟ علت لك درجه في الامتحان مش عاجبك، طب نجحت لك كويس مره مش عاجبك، طب لما سقطت بهدلتني، طب مش عارفه لو ما عملتش كذا بتعمل فيا كذا. فالولاد الحقيقه يعني بصي انا يعني متطلبات الاهالي بتبقى اكتر من ما الولاد عارفين يدونا، يعني ولا احنا بنقيس غلط؟ احنا بنقيس غلط، لان احنا مع الاسف فاكرين ان ولادنا صوره لينا بتعكس تربيتنا وبتعكس افكارنا وبتعكس مش بتعكس كل حاجه. فلو ولادنا غلطوا في حاجه بره الام بتتهم نفسها هي بالتقصير، بتحس ان ولادها بوظوا جزء من صورتها. بس ولادنا مش صوره لينا، هم بيعكسوا لنا حاجات جوانا. او دي هناخده، انا عارفه ان الاسئله ان شاء الله هتوديني النهارده، ولكن هو اللي غلط مش انت اللي غلطتي. كل حد فينا بيحاول دايما يعمل اللي هو قادر يعمله، ف
فما هي لا الام ولا الاب يكلفوا نفسهم فوق طاقتهم ولا نكلف الاولاد فوق طاقتهم هم كمان برضو، ان هم عشان يثبتوا ان احنا كويسين وجديرين بالتربيه فنكلفهم امور فوق طاقتهم. انا بصراحه يا نهى يعني قصتي اصلا ابتدت ان انا كنت فاكره ان انا بدي لاولادي اللي هم عاوزينه، بس الامور ما مشيتش زي ما انا عايزه، ابتديت طريق التعلم. طبعا كالعاده كل حد بيبدا طريق التعلم بيبقى لازم يبقى فيه شويه خبطات هو اي ام عامه بالذات الام يعني بنبقى كل تفكيرنا خلاص انا بعمل اكل وشرب وبوصل وبجيب وبذاكر وبحمي والحاجات دي وبجيب لبس وبفسح وبخيط خلاص انا كده عامله كل الديوتي اللي عليا فانا ما عنديش مشاكل خلاص المفروض ولادي يبقوا سعده. فما لما الاقي الوضع لا انا شكلهم مش هو ده اللي عايزينه، فده السبب اللي خلاني ابدا اسال وادور. وبصراحه انا اول حد سالته كان هم اولادي. انا رحت قلت لهم انتوا عاوزيني اتطور في علاقتي معاكم في ايه؟ كان في مفاتيح رئيسيه طبعا اللي هنتكلم فيها النهارده، بس الجزء بتاع ان انا فتحت معاهم باب مصارحه كده، عايزين يتطور في ايه؟ طب ايه اكتر حاجات مضايقاكم مني؟ طب ايه اكتر حاجات بستكوا ازود فيها؟ دي كانت ده هيقولوا بلاوي لو فتحت لهم بصراحه يعني لو انا فتحت له ايه عديش بقى دي الحقيقه فرقت كتير برضو حتى مع الامهات اللي مارست الموضوع ده مع اولادها. لا فرقت، عارفه بتحسس الولاد ايه ده، هي ماما مهتميه بينا، هي ماما معتبرنا يعني كائن كده حي مستقل له راي وله تفكير. فدي حاجه يا جماعه مهمه جدا هنبدا نربيها في اولادنا، ان انتوا ليكوا راي وليكوا دور في الحياه، واهم دور ان احنا نعيش في بيت فيه هدوء، والهدوء ده مش هيجي مني لوحدي، هو محتاج نشارك بعض. بس مش هقدر انكر ان الحقيقه الام عليها دور كبير، ولو الام تعرف او الست تعرف مدى قوتها والله هتفرح وتسعد جدا جدا. مدى قوتها الحقيقيه يعني احنا الستات عارفين مدى قوتهم يعني بس يعني بزياده بس يعني زي ما تقولي ايه بيستخدموها في حته غلط يعني احنا عايزين بس نستخدمها في الحته الصح. لا طب ايه اللي يعني بيبان مثلا عليهم ان هم سعداء ازاي؟ يعني ايه تصرفاتهم؟ مش ايه تصرفاتهم، انت لو دخلتي على حد من ولادك بالذات في سن، انا بقيس لان انا عشان وصلت للسن ده، انا ولادي في جامعه وعندي ولد في اولى ثانوي، فانا بقيس ان انا لما بفتح عليهم الباب ايه يا ماما بقى عايزه ايه خلاص خلاص خلاص، ولا لما بفتح عليهم الباب عندهم الساعه اني اقدر احضنهم اطبطب عليهم محتاج حاجه عايز حاجه. بس ده مش موجود، ده مش موجود عند كل الناس. ده اللي انا بقوله يعني هي قفلت الباب دي في حد ذاتها بعيد عننا يعني. معلش انا بقى مهم احترم قفله الباب واخبط، ولما اخبط وهنا بدايه المفتاح، واول مفتاح ذهبي بفضل الله يعني ربنا من عليا ومارسته وعشته وجاب نتيجه كبيره، احترام اولادي. احترام اولادي يعني ايه؟ في اعدادي في ابتدائي في ثانوي ده له خصوصيه، ما فيش حاجه اسمها خد وافتح الباب عشان اخش اقفش ولا اخش اشوف في ايه ولا ما فيش ايه. انا ابني النهارده انا جايه هو واصحابه اللي في ثانوي، فبيقول لي ماما موضوع البرايفسي اللي انت عاملاه لنا ده الحقيقه يعني مقلقني، انا مقلقني حاسس ان في كاميرات. مش هو مخلي اصحابي بيقولوا لي يا بابا انت كويس انت طبيعي، لما هم حاسين ان انا مديها الولد ثقه زي ده. فالولد حد من اصحابه يقول له ده انا لو ابويا بقول له اديني برايفسي ده هيديني على دماغي ويقول لي امشي يا ولد على البرايفسي اللي انت عايزها دي. بس يا جماعه هي دي اول خطوه ان انا اقول لابني ان انا محترمه المساحات بتاعتك. هو هيحترم مساحاتي ازاي؟ هيقدرني ازاي؟ فبخبط اخش ابقى معايا تليفون اوكي طب خلاص انا هطلع لما تخلص بس اندهلي عشان عايز اقول لك حاجه، اقفل الباب واطلع ماليش دعوه بالتليفون بتاعه ايه. دي محتاجين طبعا نربيها من البدايه. طيب ما ربيناهاش من البدايه ملحوقه. انا جايه النهارده يا جماعه ادي امل، ولادكم في ثانوي ولادكم في مراهقه ولادكم كبروا في امل، بس لما بنكون صغيرين بتبقى الموضوع اسهل واسرع شويه، لما بيكبروا بس هنحتاج نبذل مجهود اكبر سنه صغير. ليه؟ لان طبعا هم مش مدينا الامان. هتبداي انت تغيري سلوكياتك خير في حاجه يا ماما انت شويه كده بس تلاقيكي سمعتي لي كلمتين ولا خدتي لي كورسين وشويه وهترجعي زي ما كنتي تاني. فمهم ناخد بالنا ان لما ندي لاولادنا الامان بلاش نشد السجاده مره واحده ونوقعهم على الدور رقبتهم، عشان ده بيحصل كتير. قول لي يا حبيبي بص انا مش عامل لك حاجه، انت بس قول لي ايه اللي حصل النهارده في المدرسه، طب قول لي مش عارفه انت في متضايق مني، طب انت ازاي عملت كده، ونبدا نقلب الترابيزه عليهم. طب هو يديني امان هي مين؟ مره واحده مش هيكررها تاني يعني، هو لو عاقل ما يعملهاش تاني. لا ده اولادنا اذكى مننا 100 مره بس احنا مش عارفين، وبيقرونا من عينينا واحنا اللي مش عارفين. سبحان الله يعني هم مخلوقين، كل جيل بيبقى
عنده قراءه لاهله اقوى من الجيل اللي قبله. احنا في جيل سرعته مش طبيعيه، والناس اللي مش فاهماه ان بالرغم ان هم قاعدين على الجيمز وقاعدين على الكمبيوتر وقاعدين على الكلام ده كله، هم عندهم دلوقتي سرعه مش طبيعيه في استقبال المعلومات اكتر مننا بكتير، فعشان كده بيستقبلونا اسرع ما احنا حتى مدركين استقبال نفسنا. اديله مساحه الخصوصيه لحد ايه؟ لحد قد ايه؟ وقت قد ايه؟ مثلا اقفل عليه باب الاوضه قد ايه؟ اسيبه قافل قد ايه؟ هو اللي انا لاحظته بصراحه ان الجيل ده عنده عمليه، عارفه لما حد يكون عاوز يخش جوه رحم امه تاني كده، فهم ابتدوا يحسوا ان الاوضه رحم. فاهمه قصدي ايه؟ بداوا يحسوا ان ده المساحه اللي ما فيش فيها اختراقات كتيره موجوده. فزي ما بقول لك انا اللي يهمني اني اقدر افتح الباب على اولادي. انا بتكلم يمكن على سن المراهقه لان هو ده اللي انا عايشه، السن اللي بنتكلم فيه اغلب لكن السن الاصغر اللي قبليه بشويه قافلين على نفسهم برضو برضو بس حاجات تانية. لا بس هندخلهم في الحوار كمان شويه ان شاء الله. ده انا سعيده بيهم جدا جدا والله، يعني ده هيدي ثراء كبير جدا لليوم ان شاء الله. النقطه ان اللي قبل كده بيبقى غصب عننا بيبقى فيه انشطه بنعملها مع بعض، بيبقى ساعات في تمارين، بيبقى فيه مروح دروس، بيبقى لما بيكبروا في السن هو بياخد عربيته بيتحرك لوحده، هو بدا يبقى له اصحابه وشله لوحده، كبروا فبينزلوا بالاوبر. انا يمكن عشان عندي 3 صبيان فالحركه عندي فيها طبعا سهوله شويه. اللي انا بس عايزه اقول النهارده ان المساحه من الحريه السليمه اللي بنعطيها لاولادنا هي المساحه الحقيقيه للحريه السليمه اللي بنديها لنفسنا. يعني ايه؟ يعني انا لو ام واهلي فرضين عليا حاجه لازم اعملها، ومش عارفه مين كبسني في كذا، ومين قاهرني في كذا، ومين كذا ومين كذا، فانا بالتالي ببقى عاوزه منفس، عاوزه احس اني نجحت في اي حاجه، عاوزه احس ان البيبان مفتحه على طول، عاوزه احس ان ولادي قال ما فيها ابقى حاسه حتى بتجاوب معاهم يبلوا ريقي باي حاجه. فتيجي الام تبقى بتتوقع حاجه من حد هو اخر حد انت هتاخدي منه الكلام ده. ولادنا لحد اخر يوم في حياتنا هم اللي محتاجين لنا. بس كل اب وكل ام انت سندي، انت ظهري، انت كذا، انت اللي لازم، انت اللي هتشيلني، انت هم هيعملوا ده لوحدهم. بس لما احنا نديهم المساحات زي ما قلت لك الكافيه للخصوصيه بتاعتهم وراحتهم، لان هم بيجدوا الحلول في العزله. مش كل الناس بتجد الحلول هي قاعده مع الناس بره. فكل على النت على طول اسهل حاجه. بالظبط كده. بلاي ستيشن، صحابهم، السايتس اللي بيدخلوا عليها. انت تعرفي بقى ان الدنيا ماشيه في طريق مظبوط لما بتلاقي في مشكله كبيره هم بييجوا يلجأوا لك. دي بتعرفي ان انت العلاقه بتاعتك ماشيه في طريق سليم. انا يعني يمكن بصراحه ودي من القيم بتاعتي، كل ام واب محتاجين يراجعوا قيمهم تاني. ايه الحاله اللي هم عايزين يعيشوها مع اولادهم؟ انا بصراحه كنت عايزه اعيش حاله الصداقه، حاله يكون فيها ود، اعرف احضنهم وما يبقوش بيصدوا حضني. فهو ده المجهود اللي انا بذلته. ده مع الصبيان صعب جدا، يعني دايما عندنا ثقافه ان انا حتى لو انت مش مربياه على كده ما بظهرش مشاعري او مش شايفها ظاهره قدامه. انت بتتكلمي الولاد هم اللي بيظهروا ولا الام هي اللي بتظهر قدام ولادها؟ الولاد يظهر لامه. الام لا بتبقى عايزه طبعا على طول اي حد يحضنها يطبطب عليه، اي حد لو ماشي في الشارع مفيش مشكله طبعا لكن اي حد يحسسها انها بتعمل حاجه يعني. لكن لما يبقى ولد بيبقى صعب قوي يطلع مشاعره، يعني نادر لما بتلاقي حد فيهم انا مش بطالبهم ان هم يظهروا لي مشاعر. السماح اني انا احضنهم هو ده في حد ذاته قمه المشاعر. هو سامح لي اعمل ده لان في غيره بيرفض. فاللي انا بتكلم عليه ان العلاقه لما تصل لهذه المرحله حتى لو انا شايفه في حياتهم حاجات كتير غلط، انا يا جماعه ما هو كل ام لو فاكره ان هي هتصلح الكون، لو هي هترسم طريق ولادها، طب انت بتحرميهم من التجربه، بتحرميهم من الغلط، بتحرميهم ان هم يعرفوا الحلول لوحدهم. يبقى انا بربي شخص للمجتمع ماشي على افكاري انا، يعني انا هعمل نسخ ولا انا محتاجه اسيبه انا شايفاه بيغرق، شايفاه بيغرق. اخر حاجه اقدر اعملها انا موجوده لو محتاجني معايا طوق لو انت محتاجه دلوقتي، لكن لو عاوز تكمل وتقب لوحدك وتعوم وتوصل عوم وصل براحتك. امتى بقى اديله خبرتي؟ لما هو يجي يطلبها. هو يجي يطلبها. برضو دي من رحلتي ومن الحاجات اللي بفضل الله بديها للناس دلوقتي. عايز ربي ولادك روح ربي نفسك الاول. تاني مفتاح ونيس بالظبط. ربي نفسك الاول.
ليه؟ لان احنا بنفتكر ان احنا كبار، احنا كبرنا بقى خلاص بنحط رجل على رجل ونرتاح كده وتمام، ومش واخدين بالنا ان انا لو قاعده غضبانه من صاحبتي وبغل لجارتي ومش طايقه مديري ومش طايقه في جوزي وفي خناقات شغاله جوه، انا بخرج ترددات فيها مشاعر سلبيه طول الوقت. فالولاد بيبقوا قافلين كده مش عايزين يقعدوا، حاسين في حاجه مش مريحه. طب انا النهارده برتقي وابتديت اعالج مشاكلي الداخليه، ابتديت اصالح نفسي، ابتديت احب نفسي، دي من المفاتيح الخطيره للوصول لقلوب اولادنا. الاهالي فاكرين ان لما نكون احنا في حاله تصالح واعطاء مساحات جيده لنفسنا واعرفوا ان في اولويه، حبيبي انا هقوم اعمل لك الفطار بس انا هشرب قهوتي الاول، بيفتكروا بقى كده ان هم بيتخلوا عن دور الام اللي بتموت نفسها. طب ما انت لما تموتي نفسك وعايشه دور الضحيه وييجوا اقل حاجه يعملوها تطلعي فيهم، ده انا بعمل وبسوي وبعمل وبسوي وانتوا مش بتسالوا فيا، وانتوا مي تايم للام. طبعا طبعا، وهم يفهموا ده. فبالتالي انا بحترم خصوصيتك وانا ليا خصوصيتي وليا وقتي وانت ليك وقتك، فيبقى في حاله من الاحترام المتبادل في البيت. جميل. فانا النهارده لما ابقى قاعده كده، لان ساعات الاهالي بيقولوا خلاص الولد كبر وانا قاعده لوحدي وانا كذا كذا، ما هو ده الوقت انت المفروض تبداي تستثمريه في تطوير نفسك، ودي حاجه مهمه جدا. الرول موديل للولاد، للام اللي في اي عمر تقدر تطور من نفسها، تتعلم حاجه جديده، تبدا تصلح، يا مثلا كانوا بيشوفوها مثلا ايه على طول في مشكله مثلا مع قرايبها، لا المشاكل بتتحل، الام هدت، ابتدت تتعامل مع نفسها بطريقه ارقى، وابتدت تحط لنفسها وتعلمت حدودها، بدات تحط الحدود لغيرها. والحدود هنا مش حدود انفصاليه يا جماعه، عشان في ناس كتيره بتفصل في حته، حدود يعني فواصل، حدود عايزها تنخرط في المجتمع عادي ويبقى لها اصحابها وجيرانها وبتعيد على ده وكل حاجه. الحدود هي حدود حريتك في التعامل مع الاخرين. انك انا دلوقتي تعبانه، والله يا حبيبي انا مش قادره، معلش مش هبقى تعبانه وبرده ابذل مجهود، لا اقول معلش انا مش هقدر على الخروجه دي، انا مش قادره على المشوار ده، وقت تاني انا كويسه، لا من عينيا الاثنين حاضر. فهنا الحدود اتصال مش حدود انفصال. كل الامور دي الحقيقه المهم اللي قدامك يكون مقدر. يعني انا ابتديت اطبق الحكايه دي بس بالفطره والله، ان انا لقيت نفسي لا خلاص ما فيش طاقه ان انا اقعد اجامل ده واروح لده واعمل ده. ففي ناس كتيره بتلاقيها لا انا المفروض كنت تيجي، المفروض كنت تعملي، لا انا مش قادره اعمل اكتر من مشوارين في اليوم خلاص. فلازم اللي قدامك برضه يبقى الطاقه بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي، يبقى محترم ان انت خلاص طاقتك لحد هنا وهتقف، مش هتعرفي تكملي. دي من الحاجات الحقيقه اللي الواحد بقاله 4 سنين بيتعامل معاها وبيحاول يدرب نفسه عليها، انك ودي من العلوم اللي الواحد درسها. طول ما انا لسه حاسه ان اللي قدامي مش محترمني، ما تزعليش بقى مني يا نوع، احنا جايين النهارده عايزين نحط شويه نقط على الحروف كده والناس تبدا تفهم ما وراء الامور اللي هم شايفينها مسلم بيها وان ده المفروض يحصل. انا طول ما انا لسه منتظره ان اللي قدامي هو اللي يقدر حدودي، يبقى انا لسه جوايا جزء فيه خلل في تقدير الحدود بتاعتي انا لنفسي. يبقى انا لسه عندي اجزاء جوايا بتتخانق مع نفسي، لسه في اجزاء جوايا بتتعدى عليا في حاجات. يعني مثلا ابسط حاجه، انت النهارده مثلا عملتي برنامج كان واو وتحفه، فرجعه مبسوطه وجميله وحلوه، تاني مره البرنامج ما كانش حلو قوي، ايه اللي انت عملتيه ده وازاي تعملي كده وكان المفروض كذا، ولوم وعتاب ولوم وعتاب. احنا مش بناخد بالنا ان ده تعدي على انفسنا، على فكره مش بناخد بالنا، احنا فاكرين التعديات بس بتيجي من بره، لا ده تعدي. في فرق، هو المره اللي فاتت كان حلو عشان يمكن عملت كذا كذا، طب المره دي ما كانش احلى عشان كذا كذا، المره الجايه ان شاء الله هيبقى في تطور ويبقى احلى لما اعمل كذا وكذا وكذا. بس ذاتس ات، يعني بمنتهى البساطه. بالتالي انا بقى عملت كده مع نفسي. شوفوا بقى هنا النقطه خطيره، مفتاح كمان، يلا اهو هاجي مع ولادي. طبعا اني مره جه قال لي ايه، هو انت مش هتعاقبيني خالص كده؟ اقول له عاقبك ليه؟ هو انت مش متضايق ان انت جبت نمره وحشه؟ هو انا وانت يعني انا والنمره عليك؟ انت حبيبي روح شوف انت ما عرفتش تجيب النمره كويسه ليه؟ طب ايه اللي حصل؟ ايه الخلل اللي حصل؟ شوف فين المشكله؟ مش ايه اللي انت عملته وايه كذا وكذا؟ طبعا يا جماعه ده بعد التطور، لان انا ايوه قبل كده انا كنت لسه هقول لك في ناس هتمسك الموضوع ده، وبالذات لو حد من الشباب سمعنا فين المامي اللي زي كده؟ طب احنا هنقفل عند الحته دي وهندخل معانا الاولاد بعد الفاصل.
نطلع فاصل ان شاء الله ونرجع تاني ومعانا الاولاد نطبق عليهم المواضيع دي. فاصل ان شاء الله. ورجعنا من الفاصل. طبعا احنا عايشين فاصل كوميدي هنا ما بين ما بين الفقرتين. هنضطر بقى نعرفكم دلوقتي بالولاد الحلوين البنات الحلوين معانا. نور وريم وتايا. نور وريم وتايا. اهلا بيكم حبايبي. هما الحقيقه انا مبسوطه طبعا مشاركتكم النهارده، لان من الحاجات الحلوه يعني هقول لكم كده حاجه سريعه. انا ابني من كتر ما ابتديت اقول له على الحاجات اللي انا بعملها والنفس، كانت بدايتي انا كنت عصبيه جدا على فكره، وكنت بقعد ازعق فيه كتير. فالمهم كان لسه بقى عنده 10 سنين، دلوقتي هو 16 سنه، فهو كان ايه عنده 10 سنين عصبيه زي اي ام يعني، كل الامهات يعني عصبيين. يعني فلما ابتديت اتعلم اتنفس واعمل شويه حركات كده في اليوجا والكلام ده كله، فكنت ابقى بزعق استنى هنزل في الارض، واقوم نازله في الارض، انا بكلمكم بجد، واقعد اتنفس. اهدي يا ايمان اهدي يا ايمان. والله ابني مره قال لي انا كنت افتكرتك اتجننتي يا ماما. ايوه بقول لك، انا هيقعدوا يضحكوا لو لقوا مامتهم بتعمل كده. بالظبط كده. بس ما كنتش بتكسف اني اعمل كده. انا كنت بعمل كده غصب عني على فكره في الاول. بعد كده فوجئت ان هو ابتدى يكلم اصحابه، يا ابني بص اهدى بس خد نفس كده. والله يا نور وانزل على الارض واعمل وانزل اعمل على الارض كده. وبدا يتكلم بنفس الطريقه انا كنت بعملها الاول عشان انا اهدى. وطبعا دلوقتي الحمد لله بقى في تقنيات كتيره بتساعد اكتر. فهم بصراحه كمان الضغوط عليهم شديده جدا يعني، هم ما بين تمارين، انا مش بتكلم على دول بس، على كل جيل تقريبا، ما بين تمارين وما بين امتحانات والاونلاين كمان بياخد وقت كبير جدا، حتى ايام المدرسه يعني ساعات بيبقوا مطالبين ان هو عندهم امتحان وينزل عندهم ماتش او تنزل عندها ماتش في نفس اليوم، ف او ساعات في نفس الفرق ساعه. فطبعا ده ضغوط في السن ده صعب عليهم جدا. نور انت سنك قد ايه؟ 12. وبتلعبي رياضه ايه؟ تنس. ما شاء الله يا حبيبتي ما شاء الله. وريم؟ انا بتمرن تنس وعندي 10 سنين. تنس برضو؟ واو حبيبي. تايا اسم جميل قوي. عندي 10 سنين ما شاء الله. بتتمرني حاجه؟ اتمرنت كل حاجه تايا. زي ولادي. بصي مرنتهم كل حاجه بس ما سبتوش على حاجه لحد النهارده. فانا قصدي اقول لكم ان طبعا انا لما ابتديت اتغير ومارست الحاجات، في بعض التقنيات لطيفه جدا لو انتم مثلا عندكم ضغط ما بين تمرين وما بين امتحان، عندكم مثلا شويه الم مطرح التمرين، اي حاجه. انا سمعت كده يا ريم ان عندك صداع. ممكن نعمل ديمو يعني، نعمل زي تجربه دلوقتي على موضوع الصداع ده. لما انا ابتديت امارس الحاجات دي عليا واولادي ابتدوا يشوفوا نتيجه وابتدوا يقتنعوا، فابتدوا هم كمان يمارسوها. يعني مش كلهم طبعا عشان الكبار ليهم السكه بتاعتهم، بس بتكلم على الاصغر شويه. وساعات بيبقى مش مقتنع وساعات بتجيب نتيجه وهكذا. فتعالي دلوقتي نجرب حاجه لطيفه. اول حاجه لو انتوا، انا حاسه كده انكم يعني ايه دي تمارين المفروض تعمل ايه؟ طب مين دلوقتي في موضوع الصداع بالذات عشان ده الم، فالتابينج او النقر اللي هو الاي اف تي ايموشنال فريدم تكنيك، تقنيه كدا الحريه النفسيه. كده في نقط معينه انت دلوقتي مثلا حاسه بصداع، تمام؟ سيبي بقى كده المايك دلوقتي وابداي اعملي ربط على نقطه الكاراتيه سيف اليد. اعملي يا تايا معاها. وفي جمله معينه بنقولها دي اسمها الجمله الافتتاحيه، اللي هي ايه؟ بالرغم ان انا حاسه بالصداع، قولي معايا بصوت عالي، بالرغم ان انا حاسه بالصداع الا اني، ودي اهم حاجه بقى، بحب نفسي وبتقبل نفسي. ليه بقى الكلمتين دول؟ لان انت مش الصداع، انت مش اللبس اللي لابساه، انت مش التصرفات اللي انت بتعمليها، لكن انا انسانه كلنا لينا المركز زي ما قلنا حال السلام والحب، بس بيمر من خلالنا حاجات. عندي ماتش، عندي ضغط، عندي تحدي، عندي اي مشكله، انا بختبر يعني اكزامينينج كده المشكله او التحدي اللي عندي. لكن نجحت فشلت ملهاش علاقه باني انا فاشله، لا. الجمله دي بتفصل ما بين اني بقول على نفسي ان انا فاشله او ان انا عيانه او ان انا مريضه او تعبانه، وما بين ان انا بختبر الحاله اللي انا فيها دلوقتي دي. انا عارفه ممكن الكلام، انا حاسه انكم فاهميني على فكره، انتوا فاهميني صح؟ انتوا فاهمين اللي الامام بتقوله؟ اوكي. ولو مش فاهمين قولوا لي. فانا النهارده لما اقول مثلا ابداي ابني مع انت دلوقتي الصداع فين في راسك دلوقتي؟ فين الصداع في راسك؟ هنا. حاساه كم من 10؟ يعني القوه بتاعته بيخبط كده في الحته دي كم من 10؟ 7. لا ده كبير. اوكي. 7 من 10 وفي الحته دي صح؟ اوكي.
ابدأي بقى اعملي معايا تابينج. يلا بالرغم ان انا حاسه لا هنا في سيف اليد سيف لا ده الصبع الكبير يا حبيبتي هنا سيف اليد كده كده بطرف صوابعك دي ايوه كده بالرغم ان انا حاسه فوق هنا اعملوا معاهم كده نجربوا بالرغم مثلا شوفوا كل واحد فيكم لو متضايق من حاجه دلوقتي هو ليه بطرف الصوابع هنا انت عارفه الابر الصينيه الابر الصينيه بتتحط في اماكن على نهايات الاطراف العصبيه للمسارات بتاعه الطاقه بتاعتنا تمام فده اللي بيساعد وبيخلي الواحد يبدا سواء يتعالج او يحسن من الطاقه بتاعته جميل والحاجات لو هي عملت فضلت تعمل كده وتعمل حاجات كده اما لسه احنا هنكمل مع بعض ده بيقوم مخرج اي قفله البلوكجز او القفلات اللي بتبقى موجوده في المسارات بتاعتنا لان هو الحقيقه الالم ده جاي عشان في قفله معينه ممكن يكون في حاجه مضايقاها في حاجه موتراها في افكار عماله عايزه تاخد قرار في حاجه فهو الموضوع الصداع مش بيجي كده اوكي كل حاجه في جسمنا بس دي عايزه حلقه ثانيه بقى كل حاجه في جسمنا ليها مدلول شعوري ونفسي فالواحد بيبقى محتاج يعرف المشكله دي سببها طب ولو عندهم على طول هم على طول في السن ده متنرفزين يعني على طول لا مامي انا هعمل كذا لا مش هنفع نعمل مش الحاجات دي ايه اللي يقدر ايه الحركه اللي ممكن يعملوها يخرجوا مستفيدين منها هنا من الحلقه دي دي تقنية التنفس ان هم يتنفسوا بس الاول نخلص دي بسرعه كده مع بعض احنا لسه عندنا وقت ولا في وقت لسه قدامي شويه طب بس هو برده كنترول بيسال برده دي حاجه لطيفه تابعين معانا الايد اليمين والشمال تفرق لا اي واحده فيهم اي واحده اوكي فبنعمل تابينج بنقول ثلاث مرات الجمله دي بالرغم ان انا عندي صداع درجته 10 7 7 سوري الا اني بحب نفسي وبتقبل نفسي فانا بقبل نفسي بقى بصداعي مش بصداعي النهارده شكلي مش حلو قوي بكره شكلي نص ونص مش فارق انا بقبل نفسي في كل احوالي تمام وبعدين ابدا اعمل ربط هنا اعمل تابينج هنا لا ما بين الحاجبين يا ريم ما بين الحاجبين اعملوا معايا اتعلموا برده عشان هيجي لكم صداع في يوم من الايام فتبقوا عارفين هتعملوا ايه اوكي وبعدين جنب العينين وانا بقول الصداع لا جنب العينين هنا هنا ايوه هنا الصداع اللي درجته 7 وافضل اكرر عشان نفسي تسمع ان انا بدات ايه اتعامل مع الصداع تحت عينيا يا ريم الصداع اللي درجته 7 هي دي تنفع بس الصداع كله يعني حتى الجيوب الانفيه والحاجات دي ينفع مع الحاجات دي اي حاجه انت بتعدي بيها والكبار وكله اي حاجه بتعدي بيها الم شعور غضب ايا كان بنعمل عليه عمليه الربط مفيش انت بتاخدي هنخلص الراوند وطبعا بعد كده هنسالها كام من 10 وكده هنخش في حاجه تانية في موضوع التنفس بس المهم بس نخلص الراوند دي لا بسرعه بس اهو تحت الانف تحت البق هنا عند العظمتين اللي عند رقبتك هنا عظمتين الترقوه تمام وفي تحت البط هنا سمينا حركه الايد مونكي اوكي وبعدين فوق الراس فوق هنا فوق ايوه تمام وبنمسك اطراف الاصابع كل دي الاطراف بتاعتنا هي طبعا مش عاملاها معايا بدقه يعني بس مش مشكله خلاص وهنا ما بين الصباعين هنا بنعمل برضو ايه تابين كده جميل حلوة الصداع دلوقتي بقى كم من 10 3 بجد انا عايزاكي تقيسي بجد ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هي بقت 3 حلو لو عندها حاجه هي طبعا لو احنا ما كانش عندنا لو كان في وقت اكتر كنا عملنا راوند واتنين كان انتهى الصداع طالما ان هو بقى دلوقتي 3 فدي تقنيه انا بصراحه شايفاها يعني ساحره لانها بتساعدك والله ببقى واقفه في الزحمه والدنيا بقى بالرغم ان في زحمه الا انا بحب نفسي وبتقبل نفسي لو حد صورك ساعتها هيكون وضعك مش قد كده عشان كده ممكن نختار نقطه ما تبقاش باينه على فكره فممكن كده لا دول مش لازم تعمليهم كل مره بس بتختاري حاجه اسمها emergency point يعني انت دلوقتي في وضع في وضع اضطراري ممكن تعملي كده مثلا انت قاعده عندك امتحان فتحت المكتب كده مثلا تحت الديسك في الكلاس او طبعا مفيش كلاس دلوقتي في البيت نعمل شويه تابينج بالرغم ان انا حاسه بضغط تجاه الامتحان الا انا بحب نفسي وبتقبل نفسي تمام ده اي ضغط مش أي بس صداع اي حاجه اي حاجه ما قلتليش في العربيه ليه وانا جايه دي لا انا اللي اشتغلت على نفسي انا كده احنا قعدنا عملنا كده كتير تاني حاجه مثلا انتوا دلوقتي عندكم تمرين طالعين من التمرين جري عندكم مثلا امتحان طب عملنا حاجه الريم نور بقى تعمل لنا حاجه نور وطايا الاثنين مع بعض او هما الثلاثه كمان احنا دلوقتي الصدر بتاعنا بيتنفس اوكي هو بيتنفس لما هبدا انتبه للنفس بيغير مجرى العمليه كلها الطاقيه للجسم يعني تتنفسوا صح نتنفس واحنا حاسين بالنفس ف
فلو انا دلوقتي انتبهت لمنطقه صدري بس اكن عينيا شايفه الصدر من جوه وهو عامل زي الاكورديون بيطلع وينزل يطلع وينزل. طبعا لما بنقفل عينينا بنشوف اكتر جوه، مش بنحب نقفل عينينا عادي واحنا مفتحين مفيش مشاكل. في تنفسات طبعا بالبطن، في تنفسات بالقلب، لكن تعالوا ناخد النفس ده لان انا بحبه جدا بصراحه، وبسيط وسريع وما بيخليش حد خالص ياخد باله. يعني مثلا مامي واقفه ايه في خناقه في مشكله بنقعد كده بنقعد كده قاعده كده مريحه، فدين ظهرنا تمام، ممكن نبقى سندين بس مش لازم تبقى مرجعين راسنا لورا. اذا غمضنا عينينا بيبقى افضل، ما غمضناش هنبدا نبص اكننا شايفين القفص الصدري جوه، ونبدا ناخد شهيق. لا لا من غير صوت، من غير صوت، لا 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 من غير اصوات، ولا انا عشان مذيع وكده مش بصوت مش عايزه اصوات. انت بس بتشوفي القفص الصدري بيطلع وبينزل. يلا غمضي عينيك يا تاني، غمضي عينيك اللي حابب يا حبايبي، اللي مش حابب ما يغمضش مفيش مشكله يا جميل. ناخد نفس، ومش شرط نحس من اول مره بحاجه لان دي عضله بنربيها. ناخد نفس كمان مره، شهيق زفير. عايزين نجيب الكاميرا عليهم هم بيعملوا كده. شهيق كمان مرة زفير. عملوها صح بقى عشان الكاميرا تشوف تطلع فيها. شهيق زفير كمان مرة ومن غير صوت ومن غير اي مجهود نهائي. شوفوا الصدر هو بيطلع واحنا بناخد النفس، شهيق الزفير بينزل زي الاكورديون اكنكم بتعزفهم بالظبط على الاكورديون بمنتهى الهدوء. انتوا هتلاقوا صوتي وطي دلوقتي. انا عايزه اسالهم انتوا حاسين بايه، بس لقيت ان الصوت بقى عندك وطي. الصوت وطي ليه؟ لان غصب عننا احنا بيحصل لنا كده هدوء اكن الدنيا صمتت فجاه لما بنعمل تمرين صح. فوقت الصمت ده هتلاقي حل. ماما عايزه منك حاجه وانت مش مستحمله ولا مش عارفه تردي، وبدل ما تقولي لا هتعرفي تقولي ايه، هتبقى عندك اجابه من نوع تاني، اجابه فيها هدوء. لمده كام ثانيه بقى الحاجات دي؟ والله انا عايزه اقول لك بالتمرين بعد كده ان شاء الله تعمليها 30 ثانيه يعني ثلاث مرات. عايزين تجربوها تاني؟ انا عندي سؤال. هو لما مثلا باجي لو تسالني سؤال انا مش عارفه ارد ايه، تحطي المايك احسن عشان لما ما ردش ساعات ممكن تفتكر ان انا مش عايزه ارد او حاجه زي كده. هي ما بتبقاش عارفه اجابه السؤال، يعني انت قصدك كده ولا انت في وقت بتبقي مش حابه تردي؟ حلو قوي. لما يكون بقى في وقت ماما مزاجها رايق فيه كده نقوم نروح نقعد معاها. ماما ممكن اقول لك حاجه ونتكلم معاها؟ انت لو بتتكلمي مع ماما وانت فعلا عايزه تقولي لها انا بحبك وعشان بحبك عاوزه بس اعرفك ان انا ساعات مش بيبقى عندي رد، فما تزعليش مني لو انا ما ردتش. كل ما بقى عندنا قوه. انت ضحكتي ليه يا نور؟ صدقوني الواحد لو ابتدى من قلبه يتعامل مع اللي قدامه الدنيا ممكن تختلف. احنا بس بنبقى خايفين، بس ننقي وقت بقى ايه، مش وهي متعصبه ومتنرفزه نقوم نروح نقول لها الكلمتين دول، لا. لما تكون هي هاديه قاعده مبسوطه نجيب لها ورده كده لطيفه، ماما من كده ممكن اقول لك حاجه، وهنبقى اذكياء برده نشغل دماغنا، يعني ده البنات قادرين يعني ده مش كده. فنجيب لها هديه صغنونه كده ونيجي نتكلم معاها عشان هي بعد كده تاخد بالها، مش هي مش واخده بالها فنقول لها. وانا شايفه بصراحه يا نهى ان اسرع طريق نزلت على الله جميله الصور ما شاء الله. دي تايا حبايبي. ايه ده الجمال ده ما شاء الله. وريم جميل حبايبي. انا اروح نسمع كلام مامي على طول. مش كده بس. فالواحد كل اللي يعمله ان هو بس يفكر. فهنخش اوضتنا ناخد لنا نفس كده ونقوم طالعين لماما ونقول لها ماما انا حابه اتكلم معاكي بكذا، لان انا شايفه ان اقصر طريق بصراحه لكسب اي معارك مستمره هي الوضوح والصراحه. طب انا ساكته واللي قدامي ساكت وعمالين نخبط في بعض، استفدنا ايه؟ بس ما نجرحش ونقدر اللي قدامنا. لما انا اجي اقول لماما على فكره والله يا ماما انا عارفه انت بتتعبي قد ايه وبتبذلي مجهود عشاني قد ايه وبتحبيني قد ايه، بس انا والله انا كمان مش عايزاكي تزعلي. بصي انا بقول لك ده عشان انا مش عايزاكي تزعلي، انا بس في كذا كذا ده بيتعبني وانا ما بقاش عارفه اعمل كذا،
اوكي مثلا في ضغط معين، في نقاش معين، يا ماما لو نقدر نتكلم بطريقه مختلفه وهكذا. صدقوني لو احنا كصغيرين ابتدينا نعمل ده، ساعات الولاد هم اللي بيعلمونا بصراحه. دي كانت جزء تاني من المفاتيح. ممكن كل واحده فيكم كده بسرعه تقول اكتر حاجه ممكن تكون عايزه تصلحها ايه؟ اصلحها ايه؟ اه يعني في العلاقه مثلا بين مامي وبابي، بيننا وبين مامي وبابي وكده. ايه بقى انا تايه طبعا، تايه بنتي على فكره. الله يا هلا يا هلا. انا عارفه ان انا بفتح باب الاوضه على طول، فانا خلاص لما اول ما انت قلتي فانا عرفت اكتر حاجه هصلحها. يعني هي النهارده دلوقتي كده قفشتك، هتقول لك ها الحلقه قالت لي انت لسه قايله لك. نبتدي بتايه كده، اكتر حاجه يا توتي ايه بتضايقك مني؟ حلو حلو المصارحه دي. بصي خدي بالك انا صريحه قوي يعني، صريحه زياده عن اللزوم يعني، خليكي كده غير فتحه الباب. ايه تاني؟ مش عارفه خالص خالص. طب انا امي كويسه على كده، مش عايز تحرجني على الهوا. طب ريمو اكتر حاجه بتضايقني بس يعني خفي في الكلام شويه. انت بتفضيهم يا نوها؟ ايه يا نوها ده؟ لا لما مش عايزين نتفضح على الهوا. لما كنا عايزه اروح اسال سؤال وهي تكون قاعده على الموبايل ومش سامعاني. ما هي مامي على طول مش، طب الناس مش فاضيه على طول، هنعمل ايه؟ ما دي برضو دي كلام حلو قوي قوي قوي. انا النهارده دلوقتي عشان جزء بقى ممكن نختم بقى بالحته دي. من طب اسمع نور الاول بعدين أوكي. نختم مع بعض. اوكي بس هي تحب تتكلم. لا ولا حاجه ولا حاجه، مفيش اي حاجه. انت هايله والله، انت هايله. من اكبر المفاتيح، اكبر المفاتيح ان انا اذا عايزه اولادي يبقى في علاقه فيها ود وحب، محتاجه لما اولادي يجوا اسيب اي حاجه في ايدي. ايوه حبيبي نعم، ايوه حبيبتي عايزه ايه. لا بس هم بيجوا في اي وقت على فكره، يعني هم برضو لازم، لسه بتقولي لسه لازم يبقى لي خصوصيه ووقت. لما انا هبدا بقى اعمل الحركه دي في وقت هم بجد محتاجيني، او هي جت مثلا قالت لي ايه مش عارفه الشراب كذا ولا مش عارفه ايه كذا. لا طيب انت شايفه، ما برضو بالراحه برضو انت شايفه ان دي حاجه كانت مهمه قوي تيجي تقولها لي دلوقتي. فبرضو هنعلمهم انك فرق ما بين الحاجه المهمه والحاجه مش مهمه. لو الام مثلا شغلها اصلا على التليفون، انا شغلي دلوقتي معظمه على التليفون الاغلبيه كده دلوقتي طبعا. فلو ده موجود لا هي هتبقى عارفه. طب بصي ثواني، لو انت عايزين حاجه مهمه خمس دقايق وجايه لك، بس ابص في عين اللي قدامي، انتبه له بس. لان الانتباه ده بيحسس الاولاد باهميتهم عندنا، فدي مهمه جدا جدا. يبقى ده مفتاح تاني طبعاً. رابع بقى طبعاً، لأن هي المفاتيح طبعاً كتيرة بس أنا هرجع وأنبه تاني وأكتر من مرة، احترام أولادنا هو المفتاح الرئيسي لكسب قلوبهم. وطبعاً المفاتيح لا تعد ولا تحصى. إن شاء الله لينا لقاء تاني مع حضرتك بإذن الله. ويكون قريب ونجيب بقى ناس يعني كده كتير بإذن الله. بإذن الله يا حبيبي، أنا كنت سعيدة بيكم جداً النهاردة، وأتمنى يا رب اللي إحنا عملناه يفيدكم بعد كده إن شاء الله. سعيدة بيهم جداً، مؤدبين جداً، أول مرة أشوفهم بالأدب الجميل ده. هم بصراحة بنات لطاف جداً. خلاص طيب إحنا كده فقرتنا خلصت وحلقتنا كمان خلصت، ونتمنى تكون عجبتكم ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. باي باي.